لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان. نفى الجيش الوطني الليبي استهداف قواته مركزا لايواء المهاجرين غير الشرعيين في ضاحيه جراء بالعاصمه طرابلس، واوضح في بيان له ان الميليشيات الارهابيه قصفت المركز بقذائف الهاون بعد تنفيذ الجيش ضربات جويه لمخازن ذخيره بمعسكر الضمان. ووفقا لوكاله رويترز فان نحو 40 شخصا قتلوا واصيب 80 اخرون جراء قصف مركز ايواء المهاجرين في تجراء. للمزيد وتعليق حول ذلك الموضوع ينضم الينا هاتفيا من مدينه بني غازي سياده العميد خالد المحجوب مدير اداره التوجيه المعنوي بالقوات المسلحه العربيه الليبيه. نرحب بك سياده العميد على اكسترا نيوز. ويعني هناك شائعات يتم تداولها مؤخرا من ان الجيش الوطني الليبي قام باستهداف مركز لايواء المهاجرين غير الشرعيين، ما صحه تلك الانباء والشائعات؟ طبعا هذه الشائعات لا اساس لها من الصحه، لان اولا هذا المكان الذي يزعم انه تم ضربه بالقوات او ضربات القوات الجويه سبق ان هو طبعا تم تدميره في السابق بالقوات الجويه وتم تفجير الذخائر الموجوده، ونحن نعلن على اننا قمنا بضرب هذا المعسكر بالارض، هذا اولا. ثانيا صدر طبعا عن المتحدث باسم المفوضيه لشؤون الأجهزة المتحدة اليومين الماضي يوم 9 أعتقد الماضي، تحدث على أن تقوم الميليشيات بعسكرة المهاجرين، يعني أولا بتجنيدهم مباشرة في القتال وكذلك استقلالهم في بعض الأعمال العسكرية مثل إملاء الذخائر والمخازن الأسلحة، إضافة إلى تنظيف الطيارات لجروح الدماء والأشياء هذه لها علاقة بشؤون القتال، فاستغلالهم يتم يعني بشكل مباشر. والآن أيضا أعتقد أنهم بهذا التصنيف يؤكدون أنهم يستخدمونهم كدروع بشرية لغرض التقطهم وشيء من هذا القبيل في القوات المسلحة. القوات المسلحة الجوية لا تقوم بضرب أي موقع إلا بعد تأكد منه، إلا بعد تدقيق هم واعترافهم أن حسابات القوات الجوية دقيقة ولا تخطئ، بسبب أن نحن عندنا لدينا معلومات صحفية والحافظة الشعبية في طرابلس وغيرها بلغ فينا. ايضا الان نحن في نستهدف في المعدات ونستهدف في الاليات ونستهدف في الافراد مباشره في الجبهه. يعني لم نقم باستخدام هذه. طبعا هذه مش اول تهمه ولا اول مره، انت عارفين ان سبق ان تم استخدام القوات المسلحه لانها تضرب الصواريخ العشوائيه على السكان، ثم اتضح بعد ذلك ان هذه العصابات الارهابيه هي التي تقوم بذلك سواء بتنسيق او ببرمجه من تنظيم الاخوان اللي يشتغل على الجانب الاعلامي زي ما انتم عارفين. ثم تم اتهامنا بقطع المياه عن طرابلس، واتضح بعد ذلك ان المحكوم بالوفاق الدول معترف بها طبعا هي السبب، فهم مواضيع التهم هذه والصاق التهم موضوع مستمر ونحن لا نستغرب يعني بشكل اعتقد دائما يبحثون عن ذلك. هذا ياتي بعد مجزره بنيان اللي تم فيها طبعا قتل بدم بارد مجموعة من الجرحى في المستشفى من القوى الأمنية اللي كانت تحرس في مدينة غليان، فأصبحوا يبحثون عن شيء يثير الرأي العام، يحرك الرأي العام، يأخذ رأي عام ضد القوات المسلحة بعد أن تأكدوا أنهم أخرجوا وأصبحوا بمطار اهتمام وأن معنوياتهم أصبحت ها يعني في وضع سيء. ايضا الحاضنه الشعبيه زادت
طبعا عليهم سوءا واصبح مسار واستخف من كل الليبيين بمثل هذه الجرائم الشنيعه، فلا بد من البحث عن شيء يعني ينفق بالقوات المسلحه لاتهامهم، وهذا شيء غير صحيح. نحن نحترم القواعد السعوديه، نحترم القوانين، لا اعتقد انه من استمرارات هجره غير شرعيه. حتى اللقاءات اللي اجروها في وقت من القنوات اجرت مع واحد من المجموعه المغربيه في جنب المكان المضروب حسب ادعاءاته سوداني اسمه الطربوعي، قال لهم احنا الضرب اجى ورانا وبعدين احنا وصلنا واحنا كنا خارج واحنا عماله، يعني طلعوا هم عماله مش حتى معجنين غير شرعيين. يعني قصدي الترشيق هذه من الاشياء اللي عرفناها عليه اسلوب الاخوان وعلامه الاخوان وتقديم الاخوان بالارهابي، فلا نستغرب محاوله اطلاق التهم فينا ونحن براء من هذه المساله تماما. وأنتم في الجيش الوطني الليبي أعلنتم منذ اللحظة الأولى من هذه المعارك، معارك طرابلس ومحاولة استعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، أنكم ملتزمون بقواعد الاشتباك المتعارف عليها وأنكم تقومون بهذه العمليات لحماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة الليبية قبل كل شيء، وربما يعني تعودتم ولم تستغربوا هذه الشائعات التي توجه من قبل وسائل إعلام التابعة للميليشيات والتي تقوم بدعم هذه الميليشيات. سيادة العميد، إذا ما تحدثنا عن الدعم التركي الموجه لهذه الميليشيات، ظهر منذ أيام قليلة العديد من القادة في الجيش التركي في على الأرض في ليبيا، وأنتم تقولون أنكم سوف تستهدفون هذه العناصر وتستهدفون مراكز القوى التركية والمصالح التركية في ليبيا. كيف تقيم أو كيف ترى حاليا هذا الدعم التركي الموجه إلى الميليشيات الإرهابية والعناصر الإرهابية الموجودة في طرابلس؟ طبعا هو هذه مسألة مهمة جدا حقيقة ولا بد من إيضاحها بشكل مباشر. أولا ما يتم إجراءه يتم من حزب الحاكم في تركيا تنظيم الإخوان لا يصب في مصلحة لا الشعب التركي ولا الشعب الليبي، لأن مصلحة تركيا ليست مع الميليشيات. ليس من المعقول أن تدعم دولة مثل تركيا مجموعة من مهربي البشر ومهربي الوقود ومجموعة من سواق الاعتمادات المالية ومجموعة من المجرمين ومجموعة من الميليشيات الجهوية ومجموعة مطلوبة أصلا دوليا ومحليا. فبالتأكيد هذا لا يتم إلا من خلال تنظيم، الذي يدعم هو تنظيم الإخوان وتنظيم الإخوان يدعم في نفسه، لأن بقاءه في ليبيا مهم جدا جدا، ولو خرجوا من ليبيا سينتهوا في المنطقة بالكامل، لكن بقائهم في المنطقة حلم العودة إلى مصر وحلم العودة إلى السودان يراودهم، وحلم السيطرة على المنطقة بالكامل يراودهم، وبالتالي هم يستنبتون الآن بالبقاء في ليبيا. وطبعا من يدعم ويرعى التنظيم الآن هي حزب الحاكم في تركيا، ومن المعروف أن أردوغان طبعا يترأس هذا، نعم يترأس الدولة وبنشاطاتها من خلال هذا الحزب. وبعد ان فقدوا شعبيتهم حتى في تركيا واصبحوا يعني خسروا اسطنبول، ومن المتوقع ان يدخل السجن لهذا الرئيس، ومن المتوقع ايضا ان يكون طبعا خارج السلطه قريبا، فبالتالي لابد من الاستماتات للبقاء في ليبيا لانها مركز مالي مهم، موقع مهم، نعم موقع عمل مهم لاستعاده المنطقه بشكل أو بآخر في نعم. ما تملك ليبيا من إمكانيات، وبالتالي هو ليس دعم، هو تدخل الآن مباشر في شأن داخلي. وبالتالي الجيش الوطني الليبي هو منوط به بوقف هذا التدخل ووقف هذا الدعم الموجه الى الجماعات الارهابيه. على كل الاحوال سيادة العميد خالد المحكوب مدير اداره التوجيه المعنوي بالقوات المسلحه العربيه الليبيه، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله، حدثتنا من مدينه بني غازي الليبيه. مشاهدينا الاعزاء الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الفقره، من الان على راس الساعه القاكم في موجز اخباري، الى اللقاء.